أخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه، وأعرف حكايات مليانة آهات، وأعرف حكايات مليانة والعاشقين دابوا ما تابوا دابوا ما تابوا. طول المطربة سماح خالد فنانة مميزة قدرت تثبت نفسها في لون غنائي صعب، تقدم السامري وتجيد أغلب الألوان الكويتية القديمة في وقت أصبح الغلبة للأغنيات السريعة. سماح تتميز بخامة صوت من الصعب أن تتكرر، حفلاتها تسجل العلامة الكاملة من حيث الحضور الجماهيري خصوصا عشاق الطرب الأصيل. اليوم راح تكون ضيفتنا في عسيف، نسولف وياها ونسمع من درر نجوم الأغنية. سماح خالد حياك الله معنا الليلة في عسيف.
مستمرين معاكم مشاهدين بفقرات عسيف مثل ما وعدناكم. ضيفتنا اللي غنت الصوت الجميل مالتها والأغنية الحلوة، الأغنية دائما نقول بالكويتي العتيجة، سماح مساك الله بالخير، نورتنا الله بالنور. أهلا وسهلا، هلا والله، نورتينا أكيد. وهالأداء أكيد لي يعني الفن الطربي الأصيل أكيد والشرقي لأم كلثوم سيرة الحب أكيد أغنية ما هي سهلة، وأنت تعودتي مثل ما سمعنا أيضا بالتقرير على هذه الأغاني الصعبة. هذه أحلى الأغاني وأروع الأغاني. تحدي بالنسبة حقك؟ وايد. فرد عضلات لبقية الفنانات اللي موجودين في الساحة؟ يعني تقدرين عددهم تقولين. قليل. تقدرين تقولين هو فرد عضلات، هو يعني هو تميز ترى. يعني تميز إنه بنت كويتية تغني هالطرب الأصيل، وخاصة إن ندرة الأصوات في الخليج. فبإذن الله يعني هذا مثل ما تقولين يعني فرصة لي أنا إن أنا تميزين نفسك، أتميز بهالشيء. زي سماح، إحنا قاعد نشوفش حتى يعني الألوان الثانية، ألوان شعبية، سامري تحبينه دائما، يعني في أغاني الحين الجديدة، هذه الألوان الجديدة، الهبات اللي هبوا فيها السناق اللي مدتها يمكن حتى ما تتجاوز دقيقة ونص، في الأغاني هذه اللي طايحين فيها ما أشوفش يعني ماسك السكة، هذه ماسك السكة السامري والأغاني القديمة. شو اللي يميز هالأغاني يعني على الأغاني الثانية؟ هو شوف يعني هو شخصية المطرب نفسه هي اللي تفرض الجو اللي هو يحب يغنيه. وساعات يعني الصوت يعني أنا خامة صوتك أكيد أكيد ما تساعدك إنك تكونين في وضع الهبات وهالترند اللي هو ممكن تقليعة وماشي ماشية فقاعة وطايرة بالهواء. احنا نبي نسمع الصراحه، احنا جايين اليوم نسمع مو جايين نحاول. ان شاء الله نسمع. راح تسمعينا شو ذهبت لنا ان شاء الله. الاغاني اكيد ننتقل لمحطه كويتيه، مثل ما قبل شويه اكيد كنا في البدايه مع سيره الحب، بدنا نسمع كذي شيء كويتي ولا خليجي؟ خليجي، لان انا خليجي. شنو شعبي تراثي؟ لا لا، انا من عشاق الفنان الكبير ابو نوره. الله محمد عبده، نوجه له تحية، الفنان العرب. يلا ايش راح نغني حق محمد عبده؟ يلا. ما عاد بدري، ما عاد بدري، ما عاد بدري، واحنا قاعدين بدري تو الناس. يلا. ما عاد بدري قلتلي وش تحرى، نبت هموم الليل من جمر الاهات. ما عاد بدري قلتلي وش تحرى، نبت نجوم الليل من جمر الاهات. مر الزمن واقف على مر الأوقات، فبتنتهي الدنيا قبل ما تجرى، ما ضاعت الفرصة ترى الموت حسرات. لا ضاعت الفرصة ترى الموت حسرات. وما عاد بدري حارة، ذبت نجوم الليل من جمر الاهات. ما عاد بدري تدري العمر مرة، سرق السنين مننا كيف لحظات، سرق السنين مننا كيف لحظات. وما عاد بدري عاد بدري، وقفتيهم كذي ها؟ والله ما عاد بدري. كواج الله. خلينا نتكلم عن التفاعل اللي ما شاء الله، يعني إذا كان في حفلات تشاركين فيها كيف التفاعل، وشنو الأغاني اللي يطلبون منها منك يعني الجمهور المتواجد والحاضر؟
التفاعل آخر مرة كان في شهر 12 عملت حفلة في دار الآثار كانت كلها سامريات والتفاعل كان يعني ما بيقول نساء كبار ورجال كبار لا حتى شباب يعني كانت ما شاء الله القاعة فل شباب شو طلبوا منك ولا كلها سامريات شنو مثلا تقريبا 10 أغاني سامريات شنو مثلا غنيتي يا أبو فهد يسعود فاتم من الشهر يعني تقريبا 10 أغاني يعني في جمهور فعلا يحب الأغاني هذه وايد متعطشين ممتاز يعني متعطشين ومفتقدين ويبون والهانين يبون الاغاني يبون حتى احنا والهانين كان زين تغني لنا سامري قبل تغني لنا سامري للأسف نوره للاسف شنو مو جاهزه يعني شنو مو جاهزه اي وما يصير تغني لنا فارت ما ادري يعني اذا في مجال اي ليش طبعا على راحتك بس خلني اسال سؤال قبل لا تغني لنا الاغنيه سامري طبعا راح تغني اليوم اليوم قاعدين الليل ضروري لاخر الحلقه ضروري سؤالك نشف ريجها اليوم نوره مالك شغل ابي ايش اسمه انت طبعا اخر تصريح صرحتي في احد الصحف تكلمتي قلتي اكبرها واسمنها يغنون في مطاعم شنو يعني كنت تقصدين بهالكلام اللي قلتي اقصد ان كل الفنانين الكبار كانوا يغنون في المقاهي وفي المطاعم وفي وكانوا يقيمون حفلات في هذه الاماكن ليش اي بعض الفنانين يطلعون كبار انا اشوف ان فنان يغني في مطعم وكذا هذا لو كلاس مثلا مو فنان مو نجم في السابق كان اوكي لان ما في اي يعني مجال او فرصه انه ممكن يغني برا غير المطاعم لكن الحين الفرص اكثر وفي مجتمعنا احنا نستجد من فرص الحين اول شيء في مجتمعنا احنا هنا بالكويت او الخليجي او الخليجي يرفض ان المطرب او المطربه يغني في مطعم او في مقهى عاداتنا وتقاليدنا ما تسمح هذا هو من اللي غنى برا ويمسكونها يعني على المطرب لين يموت وهم يعايرون فيه انت كنت تغني في الاماكن هذه نسيت غنيتي في المقاهي والمطاعم لا ما زين عايرش حكم ناسبتهم ليش قالها التصريح طالما انت المفروض اللي قالوا هاي التصريح هذا يتكلم فيه يكون هو يغني في مطاعم اي مو انا سالت هم استفزوني بالسؤال زين سالت فجاوبت هذا كان جوابي تقصدين احد معين انت يعني هم شنو سالوني قالوا لي يعني انت يعني ضد قلت لهم لا انا مو ضد انا معه لكن ظروفنا الاجتماعيه ما تسمح بس ما كنت تقصدين احد أساساً معين اساسا بالكويت اصلا ما في لا مطعم ولا مقهى يسمح في ان فنان او فنانه تغني يعني هاو عندنا ايش كثر شلون صح لا قله صار قله يسمونه صدق والله عندنا يعني اللي يعزفون عندنا في غنى صعوبة صعوبة جدا اي يمكن عشان الرخصة او شيء لازم شدي. تجدد الرخصة وكل شهر تتجدد ولازم يكون يعني سيرة ذاتية سليمة حق المطرب ويدش ام دولة لا ما لديك احنا بنسمع سامري اول نسمع سامري يلا سامري الفالت اللي قالت عنها نورة يلا شنو نغلي لكم شنو قولي شنو تبين معكم كلهم اسامي ريايل يا سعود يا فهد ما تسوى علينا نقي شيء يلا يا ابو فهد لا قنيناها يا ابو فهد اني انت دائما تحبين تدندنينها كذي يعني الحين بما ان احنا 25 الحين عدينا ال 25 بالتاريخ يا سعود فاته من الشهر اليوم 27 يلا يا ابو فهد مني غدا الشوق ويله يا ابو فهد والشوق ليه منا غدا من يجيبه يا ابو فهد صد الخليل وشايد موسيقى تحل الصوت ما انا اشوف صوتك بالفالت احلى وايد ناس يقولون لي غني بدون موسيقى ايش رايك نوره اي لاحظت وايد ناس يقولون لي كنت تاخذين راحتك تشكري مو مرتبطه اي ممكن يعطيك مدى من الحريه انزين خلينا نسولف عن يعني شركات الانتاج ما شركات الانتاج وشلون هي تحد الحين يعني من عمل الفنان
هل هذا سبب لك عائق؟ الحين اساسا ما في شركات انتاج، شركات انتاج هذه قبل يمكن 15 سنه خلاص أكثر. بدات او اكثر يمكن بعد. شلون قاعد تباشري امورك عيال الفنيه والغنائيه بالاصدارات؟ بالسوشيال ميديا هي اللي، وفي حفلات ويعني عندي كذا يعني فيديو في اليوتيوب، انزل باليوتيوب بالسوشيال ميديا يعني. بس الحين انا قاعد اشوف سماح يمكن بالفتره الاخيره الشغل او اللود اكثر شيء، انه اذا واحد يبي مثلا حفلات يسوي له مثلا كليب حتى لو نعرض باليوتيوب مثلا كليب مثلا. هذا اللي قاعد يصير. يعني انت عندك اغنيه سنجل وتركبين مثلا على كليب، تدفع من جيبك، يقول لك انا والله عندي يجيني مردود مادي، ايش رايك بهالكلام؟ يعني قطع الكليب بس يجيني مردود مادي من خلال الحفلات. في وايد فنانين. اي طبعا في وايد فنانين، لان ما في الا هذه الطريق هذا. تتعب على نفسك في البداية، والفنان يتعب على نفسه عشان يشق طريقه. كم يكلف؟ مكلف. يعني مكلف يعني هي يعني الملحن لأجره، الكاتب لأجره، المخرج لأجره. إذا دشيت في فيديو كليب يطلع. غامرتي هالمغامرة ودخلتي في مشروع السنجل، أغاني السنجل؟ أنا عندي أغنية سنجل وإن شاء الله الأيام الجاية راح. يعني حابة تكملين يعني بهالمشوار إنه هو السنجل؟ السنجل مو غلط، بالعكس السنجل حلو دائما. يعني الحين هو الموضة الدارجة حاليا. تغني الأغنية حقك أنت، خاصة فيك، بصوتك، بروحك أنت، طعم يعني طعم صوتك. إحنا حابين نستطعم صوتك يعني، فنبي شيء لك أنت خاص فيك. طبعا أي، وهذا ضروري حق الفنان. ضروري. خذت من صدى الأغنية السنجل؟ وايد عجبت، عجبت اللي يحبون العدني، لأنها هي شوية على عدني. شلون عدني؟ عدنية من ألحان الأستاذ الكبير محمد رويشد وكلمات ناشي الحربي. هدام نورة قالت شلون عدني وقاعد طالعني تبي تغني، قولي يلا خلنا نسمع. يقراني من عيوني. احنا ما نبي، احنا ما نبي لا موسيقى وشي، هونا مش عاوزين موسيقى اليوم. بطلنا موسيقى. يلا نسمع الفالت اليوم. ولك صورة اكيد بالفرقة اللي موجودة. اكيد. تجبر قلبي او تسيبه يموت، تجبر قلبي او تسيبه يموت، خلي الجفا يا صويحبي ارجوك خلا، حبك تمكن سيدي قلبي محلا، خلي الجفا يا صويحبي ارجوك خلا، حبك تمكن سيدي قلبي محلا، لو تحس بشوقي وتعذيبه تدري الهوى هذي ألايبه، لو تحس بشوقي وتعذيبه تدري الهوى هذي ألايبه، أرجوك جاوبني ليش السكوت. الله الله، يسلم هالصوت الحلو، يسلم هالصوت الحلو. بعد هالصوت لابد له من السكوت. لا مو سكوت، احنا اليوم كله سوالف وياها وتغني. لا عن السؤال اللي طرحته في الأغنية تقول له جاوبني، أرجوك جاوبني ليش السكوت. وانت أرجوك جاوبينا، منو ملهمة سماح في الغناء؟ منو اللي تشوفينها مثل اعلى تحبينها وتحبين تواصلون وياها؟ يمكن انت الحين صارت صديقتك بعد من الفنانات الكبار يعني. حاليا لا، ما في يعني، اتشرف ان انا اكون يعني يكون هم اصدقائي وانا صديقتهم، لكن انا ما لحد الان ما عندي صديقه. منو ودك تلتقين فيها وتكون صديقه يعني، صديقه بالفن يعني، زماله فن او تسمعين لها وكذي؟ تحبين اغانيها؟ احب اغانيها نوال. الله. قيثاره. ولا سمعتي لنا من لها شيء؟ ايوه حاضر نوالي. خلنا نسمع. حاضر نوالي. عدنا هي حبيبه قلبها. يلا يا ام حنين يلا. تبرح بي بي مني تبرح، تبرح بي بي مني تبرح، عز الحال
أشكي وعلي أشكي وعلي تبرع نساء ناتحت في تذرع نساء ناتحت في تذرع هني الزاد وكلت بدايا هني الزاد وكلت بدايا تبرح بيبي مني تبرع تبرح بيبي مني تبرع الله الله يستلم الصوت يا سلام ما ودنا الصراحة عقب هالغنى الحلو ننطلق على محور آخر أكيد لا انطلق على محور آخر شو رايك نسأل عن مسلسلات إيه شو رايك بيعة النخي يعني مسلسل جميل للفنانة العملاقة يعني حياة الفهد سوزان هالعمل الجميل اللي قدمته كانت عندك مشاركة جميلة في هذا المسلسل ليش ما استمريت بتمثيل بالله لا استمريت لي كذا دور كذا دور وين وشنو المسلسلات؟ أول دور كان لي في بيعة النخي مع سيدة الشاشة أكيد أم سوزان حدث وكان لي شرف صراحة ثاني مسلسل كان عزوتي مع الأستاذ خالد أمين أي. هذا كان دور وايد حلو وترك بصمة وأنا حبيت الدور لأنه يمكن يمس شريحة كبيرة من 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 المرأة من الناس المسكينة المقلوب على أمرها اللي مضطهدها زوجها المضطهدة من المجتمع كل ما راحت بيت أهلها ردوها حق بيت ريلها ردي المرأة مالها إلا بيتها وعيالها فكان الدور وايد حلو وايد حلو يمكن يضيف حتى يعني يمكن من طبيعتك مناصرة المرأة فتحسين من هالدور تقدرين توعين البنات يعني في المجتمع أو المرأة في المجتمع لأن كل ما شفت يعني من أهلي ومن أصدقائي ومن كلها فقيرة ومسكينة على كيدهن عظيم منه ما عليك تحت الطاولة كيدهن عظيم زين واي سماح أنت سويتي فينا طلعتي اللي فينا وأنت وأنت فيعني كان وايد حلو الدور هاي مشكلة الرسالة شوف النورة قطت قطت زين ودورك مع ام سوزان وانا كل لحظه كذي ناس تقط وياي قطات سالي يا ام سوزان سالي يلا روحي مع ام سوزان ما ودك تكررين التجربه اكيد حياتك والله لي شرف اتشرف ليش لا شلون كانت التجربه خلاص اسولف لك عن التجربه اول تجربه اي كان زين صراحه هذه اول تجربه يعني عاد كنت خايفه طبعا كنت وايد خايفه وكنت كل ساعه اعيد المشهد وعيد 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 اخر شيء يعني انا حسيت ان انا طبعا الكل حس انت قاعد تعيدين ولا هم يعيدونك ولا شنو انا من الرحبه إيه؟ لان شوفي يعني الدور شنو ان انا كنت كانت هي يعني تشتغل عندي اوه تخيلي تخيلي يعني انت المعزبه انا المعزبه وانا اللي يعني في النهايه اطردها اخ اطردها من بيتي يبي لك قوه قلب مثل يبي القلب ما يتعب ايه فصراحه كان دور وايد صعب ايه يعني لما كنت امثل مع الفنانات كان عادي بس لما اي المشهد وياها تتوهقين تتحمس كشخصها يعني لها هيبه يعني تشوف وتدري حست فيني إيه هي حست فيني كان تقول خلاص انا ما راح اوقف راح اخلي احد ثاني يوقف امامك عشان انت واضح عليك انك انت مرتبكه انا طبعا بعد خلاص وهذا الشيء ما يخجل ترى وايد فنانين لا ما يخجل بس هذا كان تحدي معي في فنانين نجوم اعرفهم شخصيا ما يطالع حتى بعين الممثل اللي قدامه يطالع شعره يطالع حواجبه يطالع كذا يطالع الطوفه مرات عادي يعني المهم ان انت تؤدي الصوره بشكل جيد هذه اول مره اول مره صح اول تجربه أول تجربه لها تكون صعبه شويه وايد خصوصيتها عيل بالدور مع خالد امين انطلقتي اي مع خالد امين انطلقت اختلف طبعا تختلف شخصيا في عزوتي عن مسلسل ايه في حياة في بيعة النخي كنت انا معزبه في عزوتي كنت انا المضطهديني او زوجي المضطهد تدري شنو دور سماح انت في تعرفين الادوار المسلسلات القديمه او حتى مثلا نقول مسلسلات تركيه يعني ابراهيم تاتلس كذا كان الممثل يكون هو مطرب مثلا يغني فتخيلي يعني قصدك مسلسل غنائي مسلسل لا ما يكون غنائي كله لا يعني تكوني انت مثلا مع ام سوزان في عمل يكون
تراثي وانت اساسا تغني الاغاني الشعبيه. غنيت اي عرفتي حلوه يعني إيه؟ بالبيت القديم وكذا عرفتي تغني مثلا على ابوها فرقه ابوها حبيبها مثلا عرفتي شلون قصدي؟ قولي لها خليك واقعي وخذني بتتر مسلسل عندك اياه برمضان اغنيه على يدك خلاص اشتغل مسلسل جديد اكو اي والله اي والله ما ودتش مثل ما هو طرح كدور كذي يكون مغنى؟ اي ليش لا مسلسل يعني ممكن يكون فيه وصلات غنائيه اي ريت او اغني على الاقل حتى مقدمه تتر اي صح يعني هذه الصراحه فرصه حلوه وتدرين عرض رمضان يعني عرض مهم اكيد للمتابعين وكذي الفنان طموحه كبير يطمح ويطمح ويطمح بس ان شاء الله وشلون الطريقه اللي تتواصلون فيها مثلا مع زين تتر مسلسلات يمكن قاعد ياخذون الحين ما حد عرض عليك انك تقدمين تتر مسلسل بصراحه لا ما حد عرض علي يريد يعني ويدرون انت يعني انت بالعكس انت عندك احتكاك الحين مثلا مع المنتجين نفسهم اللي اشتغلتي معاهم مال عزوتي ومسلسل حياه الفن دائما يبوني في تمثيل لانه يقول لي انت ستايلك وعمرك ولهجتك مو متوفره يعني عندنا ندره في الستايل هذا والعمر احنا هذا احنا فيها يمكن من قبل ما بينت لي لهم وجهه نظرك ان انت حابه الغناء يعني تتصدرين اكيد من خلال التمثيل او من خلال التتر في عسيف اليوم احنا مررنا المعلومه ودنا احنا اكيد يعني الوقت سبقنا ومشى بسرعه اكيد نشكر وجودك ويانا ونشكر اكيد كل الجمهور اللي قاعد يتابعونا اكيد ختامها مسك اكيد ختام مسك نبي طلب قبل ما نختم نسمع اغنيه كذي والتتر ينزل يلا مخرج محمد يعصب علي تعال اخرج مكاني يقول بتاع كله اي طبعا مشاهدينا بكذي انتهت حلقتنا لهذا اليوم نشوفكم غدا باذن الله تعالى في السيف ان شاء الله يلا والختام عندك عيون القلب يلا حبيب القلب عيون القلب اي نجاة الصغيرة يلا نجاة الصغيرة يلا
فيه أسيب النوم وأفكر فيه أنا أفكر فيه تقولي كلام وأفرح بيه أنا أفرح فيه أسيب النوم وأفكر فيه أنا أفكر فيه أنت تقول وتمشي وأنا أسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي أنت تقول وتمشي وأنا أسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب عالليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب عالليالي اسمك يا حبيبي.